العنابل بزاف نقدموها في الصحراء ام على تاي المعطر؟ لا تاي ولا اروع، يلاه مع بعض ما تراطيوش الفرصه. واحد لا تاي ما شاء الله، ما عليكم غير تجربوه والله غير تحبوه. بالنسبه لاتاي تاع اليوم، واش رايحه ديري؟ المرحله الاولى تشدي لابريس ديالك، كل سيده راها تسمع فيا عندنا لابريس تاع القهوه في الدار. يا اخي عندكم لابريس تاع القهوه تاع الدار؟ خلاص رغويها مليح، اضربي لها غسله هي، خص تقلعي لها كاع الريحه تاع القهوه. رغويها مليح مليح، الا شتها في الرغوه ديري قطره تاع جافيل، شليها كذلك مليح مليح، شليها مليح مليح. الوغ دوكا واش باغيه ديري؟ ركزوا معنا مليح، عمري تحتانيه بالماء واللي موالفه ديري فيها القهوه. واش باغيه ديري فيها؟ ديري فيها 10 حبات قرنفل، وعمري لاتاي كيما موالفه ديري للقهوه ديالك. عمري لاتاي خير انت، يلا بخس كبيره شويه باسكو سينو تخرج لك غير شويه. دركا راكي درتي الماء من تحت وفين موالفه نديرو القهوه، ديري القرنفل وديري لاتاي. اغلقي لابريس، اغلقي لابريس نورمال، من فوق واش ديري؟ من فوق هذيك وين تخرج لك انت موالفه القهوه، ديري اوراق النعناع، اوراق النعناع. نعاودو مع بعض طريقه بسيطه ولاتاي الله الله. شوفي معايا، لتحت درتي الماء، وين موالفه ديري القهوه درتي قرنفل ودرتي الشاي، اغلقي وين موالفه تخرج ثم ديري اوراق النعناع. مش مشي تعمريها كاع نعناع شويه. دركا طلعي لاتاي، انت وجديها دافونس في الليل ان شاء الله، وجدي لي طاختولات ديالك تاع مكسرات وطلعي لابريس تبارك الله، قدميها للعائله ومادا بيك ما تفرغيهاش في البريق تاع لاتاي. الشارم تاع لاتاي كيكون في لابريس، خليه كيما راه، حضري معاه السكريه تاعك تاع السكر وسربي لهم في الكيسان